بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. هذا سلايد أوقفت التسجيل عليه بالخطأ المرة الماضية، بعرف انتبهت ولا لا، ما بعرف حقيقة إذا كنت الفيديوهات كاملة ولا لا. اللي بيسمع هذا الفيديو كامل يكتب لي لقد سمعت الفيديو. كان هذا مثال على حركة المقذوفات. احنا هذا الفصل رجعنا قوانين نيوتن وبعض الأمثلة، ودرسنا الحركة في وجود مقاومة الهواء، يعني مانعة، لكن هذا مثال المقذوفات بدون مقاومة الهواء. في هون مثال حقيقي، يعني بحكي لك: The Germans used a long range gun named Big Bertha in World War I to bombard Paris. Its muzzle velocity was 1450 meters per second. Find its predicted range, maximum projectile height, and projectile time of flight if it is 55 degrees. يعني عندنا هذا المثال، يعني الحكي مبين. مقدار السرعة الابتدائية 1450 متر في الثانية، والزاوية 55 درجة. من العلاقة السابقة الرينج يساوي، كان في نود تربيع على زي ساين 2 ثيتا، الرينج في نود تربيع على زي ساين 2 ثيتا يعني ساين 110، فهذا المثال طلع 202 كيلو متر. طبعا مع اهمال مقاومة الهواء هذا البروجكتال مدى 202 كيلو متر، لكن بقول لك في الحقيقة كان هذا المدى فقط 120 كيلو متر. هاي حوالي 80 كيلو متر الفرق هي بسبب الاير ريزيستنس، بسبب مقاومة الهواء. الأقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع من معادلة الواي، الواي تساوي في نود تي ساين ثيتا ناقص نص جي تي تربيع، في نود تي ساين ثيتا ناقص نص جي تي تربيع، هاي معادلة الواي. لكن عند أقصى ارتفاع الزمن بيكون هو نصف الزمن الكلي، يعني أقصى ارتفاع تي هي تي على 2، فالنص جي تي تربيع بتصير ثمن جي تي تربيع ناقص زائد في نوت تي على 2 ساين ثيتا. الزمن الكلي هيو 2 في نوت ساين ثيتا على جي 42، إذا نصف الزمن بيكون اللي هو 22، إذا هاي أقصى ارتفاع 72 كيلومتر. الآن أيضا من الأمثلة اللي بتعرفوها والمشهورة من الرجحة اللي هي الآتود ماشين، آتود ماشين. لكن في جزئين، الجزء الأول هو المعرفة إحنا سابقا. في عندنا طبعا جسمين كتلهم ام واحد وام اثنين مربوطين بحبل أو خيط مهمل الكتلة، وهذا بمر على بكرة ملساء، أيضا البكرة مهملة كتلتها. بدنا طبعا نسأل هذا النوع، نسأل عن تصارع النظام وعن الشد في الخيط. كل من الجسمين بيأثروا عليهم قوتين، الوزن للأسفل قوة الجاذبية ام واحد جي ام اثنين جي، والشد في الخيط للأعلى، الشد في الخيط للأعلى. موضع الجسم الأول اكس واحد، موضع الجسم الثاني اكس اثنين، واحنا أخذنا اتجاه الموجب للأسفل، اتجاه الموجب للأسفل باتجاه زيادة الـ x1. إذا محصلة القوى المؤثرة على الجسم الأول اللي هي m1g ناقص t، m1g ناقص t شو تساوي؟ الكتلة m1 في التصارع، يعني m1 x1 دبل دوت. نفس الشيء الجسم الثاني m2g ناقص t يساوي m2 x2 دبل دوت. طبعا هون عندك راح ثلاث مجاهيل، لأنه عندك x1 دبل دوت، وهي كمان خطأ مطبعي، هاي x2 دبل دوت، هاي x2 دبل دوت، عندنا ايش؟ التي. لكن شو العلاقة بين الاكس واحد دبل دوت واكس اثنين دوت؟ متساويات في المقدار متعاكستين في الاتجاه، لأن واحدة فيهم راح تتصارع على الأسفل والثانية للأعلى بنفس المقدار. ولكن إذا كانت مثلا الإم واحد أكبر من الإم اثنين، فالإم واحد راح تتصارع على الأسفل، بالتالي الاكس واحد دبل دوت بتكون موجبة، والثانية راح تتصارع على الأعلى بتكون اكس اثنين دبل دوت. فإذا في
فرق الإشارة بينهم. الآن محل إكس اثنين دبل دوت نحط سالب إكس واحد دبل دوت. فهذا حل المعادلتين مع بعض، إم واحد إكس واحد دبل دوت صار إم واحد جي ناقص تي، واحد جي ناقص تي، لكن بالمعادلة الثانية تي شو تساوي؟ تساوي ام 2 جي ناقص ام 2 اكس 2 دبل دوت. بعدين حطينا محل اكس 2 دبل دوت سالب اكس 1 دبل دوت، فراح السالب صار موجب. الان بتاخذ اكس 1 دبل دوت عامل مشترك هذول الحدين، فبتطلع هاي النتيجه. هاي نتيجه كثير معروفه. لاحظ ام 1 ناقص ام 2 جي، يعني الفرق بين الوزنين على مجموع الكتلتين، تصارع المجموعه يساوي الفرق بين الوزنين على مجموع الكتلتين. يساوي طبعا زي ما حكينا سالب اكس 2 دبل دوت. الان توجد الشد ام 1 جي ناقص ام 1 اكس 1 دبل دوت، تعوض مكان اكس 1 دبل دوت من هاي النتيجه، وبنوحد المقامات خطوات بسيطه الشد 2 ام 1 ام 2 جي على ام 1 زائد ام 2. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني في المثال انه هاي الاتود ماشين موجوده داخل المصعد، داخل المصعد، وهذا المصعد بتصارع للأعلى، بتصارع ثابت مقداره ألف، بتصارع للأعلى مقدار ثابت ألف، بتصارعه ألف. الآن إذا البكرة، لو قلنا البكرة متسارعة فهي لا تصلح كإطار إسناد قصوري، احنا قلنا قوانين نيوتن صالحة بالفيكست او بالانيرشال فريم اوف ريفرنس. هون الفيكست اللي هو مثلا عند المحرك، عند محرك المصعد في الاعلى، فهذا فبالتالي قالت الثاني صحيح بالفيكست فريم او الانيرشال فريم. الان موضع الجسم الاول بالنسبه للبكره اكس 1، الجسم الثاني بالبكره اكس 2 زي السابق، ولكن موضع البكرة بالنسبة للفيكست فريم يعني كأنها نقطة الأصل، بالنسبة لنقطة الأصل اللي حبيت إكس واحد فتحة وإكس اثنين فتحة، طبعا نفس الشيء، واحد فتحة إكس واحد فتحة نفس الإكس اثنين فتحة. هاي هذا هاي المسافة إكس واحد فتحة أو إكس اثنين فتحة. وموضع الجسم الأول بالنسبة للفيكست فريم إكس واحد فتحتين، موضع الجسم الثاني بالنسبة للفيكست فريم إكس اثنين فتحتين. إذا محصلة القوى المؤثرة على الجسم الأول اللي هي إم واحد جي ناقص تي تساوي إم واحد إكس واحد فتحتين دبل دوت، قانون نيوتن الثاني بالفيكس أو بالإنيرشال فريم. فمحصلة القوتين اللي إم واحد جي ناقص تي تساوي إم واحد واحد فتحة دبل دوت. الجسم الثاني نفس الإشي، إم اثنين جي ناقص تي تساوي إم اثنين إكس اثنين فتحتين دبل دوت دبل دوت. ولكن احنا بدنا ايش؟ اكس واحد دبل دوت اكس اثنين دبل دوت. فالان نعوض مكان اكس واحد فتحه من الشكل اكس واحد فتحتين يساوي اكس واحد فتحه زائد اكس واحد، اكس واحد فتحتين يساوي اكس واحد فتحه زائد اكس واحد. اذا اكس واحد فتحتين دبل دوت يساوي اكس واحد فتحه دبل دوت زائد اكس واحد دبل دوت. نفس الشيء بالنسبه للاكس اثنين فتحتين. الآن المعادلة الأولى شو بتصير؟ إم واحد إكس واحد دبل دوت، الآن انسالي الطرف اليسار هذا، إم واحد إكس واحد دبل دوت تساوي إم واحد جي ناقص تي ناقص إم واحد إكس واحد فتحة دبل دوت، ولكن إكس واحد فتحة دبل دوت هي الألفة. ليش؟ لأن الإكس واحد فتحة دبل دوت هي تصارع البكرة، تصارع البكرة يعني المصعد نفس الشيء بالنسبة للفيكست فريم اللي هي ألفا حسب معطيات السؤال. لأن محل إكس واحد فتحة دبل دوت وإكس اثنين فتحة دبل دوت بنحط إيش؟ ألفا. بنحط ألفا بصير معادلتين بهذا الشكل، بهذا الشكل. طبعا مثل السابق إكس واحد دبل دوت تساوي إكس اثنين دبل دوت، فحل المعادلتين مع بعض بعطيني هاي النتيجة. لاحظ إذا قارنت هاي النتيجة مع السابق إنه بدال جي حطيت جي ناقص ألفا، يعني بدال جي صار عندك جي ناقص ألفا، حيث ألفا اللي هي تصارع المصعد إلى الأعلى، إلى الأعلى. الآن لو حسبت
شد من هاي المعادلة أو من هاي المعادلة تطلع هاي النتيجة أيضا نفس النتيجة السابقة، لكن مكان في عندك جي ناقص ألفا. إذن واضح المهم هون إنه عندنا هاي التسميات، موضع الجسم بالنسبة للبكرة، لكن البكرة accelerating non inertial، موضع الجسم بالنسبة للفيكست فريم، وتكملة نفس الشيء. الآن بنيجي لنظريات الحفظ conservation theorems، conservation theorems مبرهنات الحفظ. أول شيء عندنا طبعا حفظ الزخم الخطي conservation linear momentum، على force تساوي بي دوت، هذا القانون الثاني، فورس يعني توتال فورس تساوي دي بي باي دي او بي دوت. اذا كانت الفورس تساوي صفر، اذا الاكسترنال فورس تاثر على الجسم تساوي صفر، يعني البي دوت صفر، معناته البي كونستنت. اذا البي، اذا الدي بي باي دي تي صفر، اذا البي كونستنت، بالتالي ذا توتال لينير مومنتم بي اوف ا بارتكل از كونزيرفد وين ذا توتال فورس يونت از زيرو. اذا متى بكون الزخم الخطي لجسم محفوظ؟ عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر، محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر. بإمكاننا طبعا الزخم الخطي كمية متجهة إلى ثلاث مركبات، إذا القوة باتجاه صفر بكون الزخم في ذلك الاتجاه ثابت، مش شرط في كل الاتجاهات. فبنقدر نكتبها بهذه الطريقة اف بي دوت دوت اس تساوي صفر، اللي اف دوت اس يعني ناخذ اس عبارة عن constant vector، اس constant vector. فإذا كانت مركبة القوة اف دوت اس هي عبارة عن مركبة القوة باتجاه معين، باتجاه متجه اس، مركبة القوة باتجاه المتجه اس مضروبة طبعا في مقدار الاس، مقدار الاس. إذا اف دوت اس، اف دوت اس تساوي صفر، يعني إذا كانت مركبة القوة باتجاه معين تساوي صفر، يعني بي دوت تساوي صفر، فتكامل الصفر كونستانت، وهي تكاملها بي كونستانت، ما هي ما بتأثر، فتكامل بي دوت بي. فبالتالي إذا اف دوت اس تساوي صفر، يعني بي دوت اس تساوي صفر، فالنتيجة إنه بي دوت اس تساوي كونستانت. شو بي دوت اس؟ هاي تتناسب مع مركبة الزخم في ذلك الاتجاه. This means that the component of linear momentum in a direction which the force vanishes is constant in time. يعني مركبة الزخم الخطي تكون ثابتة في الاتجاه اللي القوة بتكون فيه صفر، أو بلغة أخرى إذا كانت مركبة القوة باتجاه معين تساوي صفر، إذا كانت مركبة القوة الكلية طبعا المؤثرة على الجسم باتجاه معين تساوي صفر، فإن الزخم الخطي في ذلك الاتجاه يكون ثابت، يكون ثابت. الآن عندنا الزخم الزاوي، كيف الزخم الزاوي معرف؟ R cross P. الآن كمان شوي بنراجع الزخم الزاوي، نشوف كيف تعريفه، يعني نشوف شغلات موضحة عن الزخم الزاوي، لكن التعريف الزخم الزاوي R cross P حول نقطة معينة طبعًا، دائما لما نحكي الزخم الزاوي لازم نقول حول نقطة معينة أو محور معين، فالR هاي تكون من نقطة الأصل للجسم اللي بنحسب زخمه الزاوي. طب ال L dot يعني دي L by dt تساوي d by dt ل R cross B تساوي مشتقة الأول في الثاني R dot cross B زائد الأول مشتقة الثاني، مشتقة الأول في الثاني زائد الأول في مشتقة الثاني. شوف الحد الأول هو R dot cross B، ال P زخم الخط اللي هي M في V، وال V اللي هي H ال V R dot بنفس R dot، فصار عندي M R dot cross R dot، أي متجه كروس نفسه يساوي صفر، أي متجه كروس نفسه يساوي صفر، إذا الحد الأول صفر، إذا شو النتيجة؟ ال dot تساوي R cross P dot، ال dot تساوي R cross P dot، لكن P dot عبارة عن إيش؟ عبارة عن ال F، عبارة F، إذا ال dot تساوي R cross F، ال dot تساوي
اف. لكن ايش الار كروس اف؟ هاي التورك حول نفس النقطة، العزم او التورك يساوي ار كروس اف. اذا شو النتيجة؟ انه طبعا الاف اللي هي البي دوت او ام بي دوت نفس الشيء. اذا النتيجة انه ال دوت تساوي ان. السلايد السابق طلع معي ال دوت تساوي ار كروس اف او ار كروس بي دوت، ونفس العزم هذا عزم الدوران التورك ان ايضا يساوي ار كروس اف. اذا النتيجة انه ال دوت يساوي ان. This is the rotational version of Newton's second law. احنا بنسموها الشكل الدوراني لقانون نيوتن الثاني، لانه بيقابل القوة في الحركة الدورانية اللي هو ايش؟ التورك، العزم اللي بيقابل القوة في الحركة الدورانية اللي هو العزم ان، واللي بيقابل الزخم الخطي اللي هو زخم الزاوية. فالعلاقة اللي بتقابل اف تساوي بي دوت، ان تساوي ال دوت. يعني اف ان تساوي صفر ذن ان تساوي كونستانت. إذا العزوم الخارجية مؤثرة على الجسم تساوي صفر، فبكون الزخم الخطي بكون الزخم الزاوي محفوظ. The angular momentum of a particle subject to no torque is conserved. يعني إذا كان العزم حول نقطة معينة، إذا كان العزوم مؤثرة على الجسم حول نقطة معينة تساوي صفر، فبكون الزخم الزاوي حول تلك النقطة محفوظ. الآن الزخم الزاوي زي ما قلنا R كروس P. الآن لو فرضنا إنه الـ R والـ P موجودات في مستوى XY، الـ R كروس P بتكون على محور زد عمودية. إذا كان في زاوية فاي بين الـ R والـ P، من تعريف الـ كروس برودكت مقدار الزخم MVR ساين فاي. لأن مقدار الـ R كروس P RP ساين فاي، RP ساين فاي، والـ P اللي هي MV، فصار MVR ساين فاي، زخم الزاوي في هذا الشكل MVR sin phi كمقدار اتجاه عمودي على محور زد. إذا الجسم يتحرك حركة دائرية، فالثيت الزاوية 90 درجة، الزاوية بين الـ R والـ V أو الـ P، الـ P M في V، الزخم والسرعة نفس الاتجاه، فهون الزاوية قديش؟ 90 درجة، MVR sin 90، إذا MVR. إذا الجسم يتحرك حركة دائرية، زخمه حول مركز الدائرة MVR. MVR يعني في عندي ايش؟ مش يعني عندي قرص، يعني عندنا قرص بدور، فكل نقطة على هذا القرص تتحرك بسرعة زاوية أوميجا حول محور زد، حول محور زد. الجسم اللي كتلته MI سرعته VI، فزخمه قديش؟ MVI في RI في R، MVI في RI، لأنه كل نقطة على القرص، كل النقاط بعدها على المركز نفس الشيء، نقاط على هاي الدائرة بعدها نفس الشيء، لكن أقرب أو أبعد. فالـ RI تعتمد كمان الـ B مختلفة والـ R مختلفة. إذا الزخم الكلي حول محور Z يساوي مجموع على I الـ I، يعني مجموع MI RI تربيع أوميجا. كيف أجت هاي؟ عندك حط محل الأوميجا، محل الـ V أوميجا في R، صار عندك R تربيع M أوميجا R تربيع M أوميجا R تربيع. إذا الجسم اللي كتلته MI بعده عن محور الدوران RI، زخم الزاوي MI RI تربيع أوميجا، الزخم الكلي مجموع. شو بتصير هاي؟ مجموع على I MI RI تربيع أوميجا. لأن هاي الكمية بين الأقواس بنسميها I اللي عزم القصور حول محور الدوران Moment of Inertia. تضرب كتلة الجسم مربع بعده عن محور الدوران تجمعها اسمها المومنت اوف انيرجيا. شو صارت العلاقه؟ الزد تساوي اي في اوميجا، الزد في اي وفي اوميجا. لو اشتقينا الطرفين دي الزد باي دي تي، هاي اخذت لكم اياها من سيروير الرسمات، دي الزد باي دي تي تساوي اي ثابت دي اوميجا باي دي تي. اوميجا السرعه الزاويه، مشتقتها شو بتعطيني؟ التسارع الزاوي الفا، تسارع الزاوي الفا. فشو صارت؟ طبعا دي ال زد باي دي تي، احنا قلنا المحصلة قبل شوية قلنا التورك، طبعا هون يعني
الكل مخلها من السيروية، فاحنا سمينا قبل شوية العزم ان هون مسمينه تاو، ما في مشكلة يعني تعودوا على لكن اكثر مستخدم في المادة الان. اذا محصلة العزوم مؤثرة على الجسم تساوي اي في الفا، عزم القصور هذا عزم الدوراني، عزم الدوراني اللي هو الاصل كمي متجه، هذا عزم القصور كمي قياسي. التسارع الزاوي هاي مثل اف تساوي ام في ايه، مجموع اف تساوي كمية، هون مجموع تاو محصلة العزوم تساوي ايش، اي في الفا في التسارع الزاوي، التسارع الزاوي. هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. بكرة ان شاء الله لحفظ الطاقة الشغل وحفظ الطاقة الميكانيكية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أترك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثال إحنا أنهينا، بس أنا انتبهت إنه في مثال اللي هو حفظ الزخم الزاوي، معلش تحملوني، مثال مباشر على حفظ الزخم الزاوي. هذا هو نهاية المحاضرة. A mouse of mass m jumps on the outside edge of a freely turning ceiling fan of rotational inertia I and radius R. By what ratio does the angular velocity change? في عنا مروحة، يعني قرص معلق بالسقف أو مروحة نصف قطره R، وبتحرك بسرعة زاوية أوميجا نود. اوميجا نود، فقديش زخمه النود يساوي اي اوميجا نود، زي ما حكينا قبل شويه زخم اي في اوميجا. فعندك قرص بدور مثلا او مروحه عزم قصورها اي وسرعتها الزاويه اوميجا نود، ف زخمها اي اوميجا نود. الان اجى جسم او فأر يعني ماوس على حافه هذا القرص الخارجيه، حافه هذا القرص الخارجيه يعني بعده ار عن المركز، بعده R عن المركز. فالآن راح تتغير السرعة الزاوية تصير أوميجا، السرعة الزاوية راح تصير إيش؟ أوميجا. قديش زخم الزخم في الحالة الثانية؟ I في أوميجا اللي زخم القرص هذا أو المروحة اللي بتدور، I في أوميجا السرعة الزاوية، زائد زخم هذا الجسم. قديش زخمه؟ جسم بحركة راكدة حرية، قلنا MVR زخمه، MVR MVR. لكن أوميجا شو تساوي؟ V تساوي أوميجا في R، علاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية، V تساوي أوميجا في R، إذا أوميجا تساوي V على R، فهذا الحد شو صار؟ I V على R، I V على R، وهذا الحد M V R، M V R. الآن حفظ الزخم الزاوي تساوي ال في النود، إذا النود اللي هي I أوميجا نود اللي هي I V نود على R، وهاي إيش؟ ال ال اللي هي في على ار في اي زائد ام ار تربيع. ار مع الار بتروح، ار مع الار بتروح، اذا في على في نود تساوي اي على اي زائد ام ار تربيع. الفي اللي هي اوميجا في ار، والفي نود اوميجا نود في ار، ار مع الار بتروح، فهي هي النتيجه النهائيه. ايش بده هو؟ باي وات ريشو داز ذا انجل فيلوسيتي تشينج، النسبة اللي تتغير فيها السرعة الزاوية. إذا عندي حالتين، الحالة الأولى قرص أو مروحة عزم قصوره I سرعة الزاوية أوميجا نود، إذا زخم الزاوية I أوميجا نود، I أوميجا نود. الآن إجا جسم على حافة هذا القرص يعني على بعد قرن المركز، فهذا بده يكتسب زخم، قديش زخمه؟ MVR، جسم بحركة حركة دائري MVR. لكن السرعة الزاوية راح تتغير لهذا القرص وتسميها أوميجا، فصار الزخم الكلي أي أوميجا زائد إم في آر، لكن إيش؟ أوميجا تساوي في على آر، في على آر، أوميجا نود في نود على آر، سويناهم في بعض ونحط الزخم الزاوي، طلعنا في على في نود أو أوميجا على أوميجا نود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.